السلام عليكم، بكم مازال الحمد لله في فيديو جديد. الو لاول مره كتشاهد القناه ما تنساش انك دير سبسكرايب تاكتيفي النوتيفيكاسيون. اوكي، بقاو سك جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مهم بزاف. غادي نهضروا فيه على القهوه، كيفاش غادي تساعدك انك ترفع مستوى الميتابوليزم ديالك، كيفاش غادي تساعدك تحرق الدهون وانك تريني وتستافد باحسن طريقه. فيديو اللي غادي يكون مهم بزاف. بيان سور عجبك الفيديو ما تنساش انك تاخذ كابتشر ديكرون ديرها في انستغرام ديالك، طاقيني في ستوري، غادي نعاود نحطها عندي. الا عجبك الفيديو لايك، ما عجبكش ديسلايك. بقى معايا. السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على القهوه، كيفاش غادي تساعدك اولا في التركيز وفي ان العضله ديالك يكون النتائج اللي غتوصل لها افضل. غادي نهضروا كيفاش غادي تساعدك في الحرق ديال الدهون، ولكن باش نبسطوا الجميع ويكون داكشي واضح، اول حاجه غادي نبداو بها كيفاش كتساعدك على التركيز وكيفاش غتخلي العضله ديالك تكبر بشكل افضل. ثاني حاجه كيفاش غترفع مستوى الحرق ديالك وكيفاش غتقدر تحرق دهون. وثالث حاجه الجرعات والطريقه ديال الاستعمال باش انك تستافد من هادشي كامل. الور اكثر خاصيه عند القهوه بيان سور هي الكافيين. الكافيين كاين في الدارك شوكليت، يعني الشوكولات الاسود اللي غامق، اولا اتاي اولا بلايص، يعني اشياء كثيره اللي كيكون فيها الكافيين. غير هو القهوه كيكون التركيز ديال الكافيين فيها اكبر، اضافه ان ما فيهاش السكر الا اللي درتيه نتايا، وهذا عامل جيد بزاف. الور اش غادي يدير الكافيين؟ حنا عندنا واحد المستقبلات ديال الادينوزين. شنو هي هاد المستقبلات؟ المستقبلات ديال الادينوزين لما كتلتقي، لما كيجي يوقف عليها الادينوزين كيوقف عليها، كتحس انت بواحد الارتغاء وواحد الرغبه في النوم، وكتحس براسك مرتاح ومرتاحي. بينما الكافيين اللي هو حتى هو ناقل عصبي عنده نفس داك، كيقدر يتبلاصه في ديك المساحه ديال الادينوزين لان عنده تقريبا نفس التركيبه. فلما كيتبلاصه على المستقبلات ديال الادينوزين شنو كيوقع؟ كيوقع رد فعل عكسي، يعني انت عوض ما ترخى حيت الادينوزين اللي كيكون في هذيك البلاصه، فلما كيجي الكافيين كيوقع رد فعل عكسي، كيخليك تستيقظ وكيخليك يعني انك تركز بشكل اكبر. يعني هادشي اللي كيوقع، انت الا تبلاصه الادينوزين على المستقبلات ديالو كترخى، ولكن الا سبق الكافيين لهذاك المستقبلات الادينوزين بالعكس كيعطيك رد فعل عكسي، كيعطيك تركيز اللي هو اكبر وكتولي مركز بشكل كبير. هذه الحاجه الاولى. ثاني حاجه كاين واحد المستقبلات ديال الدوبامين واللي هو غادي يخليك تحس بواحد السعاده. فلما انت كيجي الادينوزين اللي كيكون بلاصي حداه كيقدر انه يمنع انه يلتقي بالمستقبلات ديالو، بينما الى سبق مره اخرى الكافيين هذاك المستقبل ديال الادينوزين كيخلي واحد المساحه كافيه انه يوصل الدوبامين في المكان ديالو بالشكل اللي صحيح، فكيعطيك واحد الشعور بالنشاط. وهذا الشيء علاش وانا من اكثر الناس اللي كيحسوا بهذه القضيه، هو انك الا خديتي قهوه كتحس بواحد التركيز اخر وكتحس بواحد النشاط، وهو عشق. راه هذا القبلان كيعشق القهوه فلهذا السبب، لان كيحس بواحد التركيز وكيحس بواحد النشاط. اليوم انا حاولت غير نلخص لك غير باش تفهم. بيان سور التفاعلات الكيميائيه راهي اكبر من هذه البساطه هذه، ولكن احنا حاولنا غير نبسطها. يعني للخلاصه، عندك واحد المستقبل ديال الادينوزين اللي فاش كيتبلاص عليه الادينوزين كترخى، فلما كيسبق الكافيين لان تقريبا عنده نفس الشكل لهذيك المستقبلات ديال الادينوزين، فكيوقع رد فعل عكسي وكيكون التركيز ديالك انت اكبر، وكذلك الدوبامين كيقدر يتبلاص في المستقبلات ديالو، فكتحس انت بواحد السعاده اكبر وواحد النشاط اكثر في الجسم ديالك وحيويه. ثاني حاجة، وبما أن يعني الكافيين كيحفز الجهاز العصبي ديالك، شنو كيوقع؟ وهذه حاجة اللي مهمة بزاف، وهو أنه أنت العضلة ديالك عندها التقاءات مع الأعصاب، يعني كل الليف عضلي عنده واحد التقاء أعصاب. أنت لما كدير واحد الحركة عادية في اليوم ديالك، بيان سور الجسم ما كيضطرش أنه يخدم جميع الألياف، كيخدم واحد النوعية ديال الألياف ملي كتعيا، فكيعطي رسوميلة عصبية واحد الرسالة لألياف أخرى أنها تخدم، يعني هكا باش كيقدر الإنسان ما يستعملش طاقة كثيرة لواحد الشيء اللي ما مسمحتش فيه طاقة كثيرة. هادشي علاش أنت إلا قبل ما تريني مثلا خديتي القهوة شنو كيوقع؟ كيكون واحد التحفيز للجهاز العصبي، فأنت لما كتريني كتحفز أن الرسالة العصبية تكون لجميع الألياف. شنو كيوقع هنايا؟ فانت كتحفز ان العضله عاود ما تخدم بواحد الشكل مثلا ديال 75% او 80%، كتخدم بواحد النسبه كبيره، يعني كتحاول تحفز ان العضله كامله يكون فيها تخدم وان الالياف كامله تخدم في هذيك الحركه ديالك. والكافيين واحد الامر اللي مساعد بزاف في هذه القضيه هذه، يعني هنا سالينا التواصل العصبي، هذا هو التركيز وهذا هو النشاط وهذا هو كيفاش كتخليك انك تاثر عليك القهوه ولا الكافيين بصفه عامه في التركيز ديالك، وانك تقدر تحكم في العضله بشكل اكثر وان الالياف ديالك تخدم، وكيفاش كتحكم لك في العقل اولا في النشاط والحيويه ديالك. ودابا ندوزو كيفاش غتساعدك في الحرق ديال الدهون ومن رفع الميتابوليزم ديالك. الو دابا وصلنا لمرحله الناس اللي مهتمين بانهم يخسروا الدهون او لا يحيدوا الكرش او لا يحرقوا يعني واحد النسبه ديال الدهون، كيفاش غتساعدهم القهوه؟ العامل الاول وهو ان القهوه التركيز ديال الكافيين العالي اللي فيها
غادي تساعدك انك ترفع الميتابوليزم ديالك اولا العمليه الايض يعني زياده ديال القدره ديال الجسم ديالك على حرق واحد السعرات الحراريه من 10 حتى 29%. تقدر تقول لي شنو هي النسبه المئويه اللي غادي تكون عندي انا؟ ما تقدرش تعرف علاش. فاش كنقولوا من 10 حتى 29% هنا مرتبطه بجوج عوامل اللي هما اساسيه. اولا النظام الهرموني ديالك انت كيفاش داير، وثاني حاجه النسبه ديال الدهون. يعني كل ما كانت عندك واحد النسبه ديال الدهون اقل ربما كل ما النسبه المئويه ديال رفع مستوى الحرق غتكون عندك عاليه، وكل ما كان عندك كذلك هرمونات منتظمه يعني منظم التغذيه ديالك وما عندكش السكر، ما كتاكلش السكر او ما كتاكلش اشياء اللي كتضرك وكترفع لك مثلا الانسولين بشكل كبير او اشياء من هذا القبيل، فغتلاحظ ان النسبه المئويه ديال الحرق ديال مستوى الميتابوليزم ديالك غادي تعلى، يعني ما بين 10 حتى 29%، ولكن النسبه المئويه شحال ما تقدرش تعرف لانها مرتبطه بهذ جوج عوامل اللي هضرنا عليهم. ثاني حاجه واللي مهمه بزاف في الحرق ديال الدهون، علاش القهوه قبل التدريب؟ لما كتاخذ القهوه الكافيين كيأثر على واحد الهرمون اللي هو الادرينالين، حنا هنا باغي كنبسطو، يعني لما كيكون واحد الافراز ديال الادرينالين بواحد الشكل عالي، الجسم ديالك كيولي يستعمل الدهون كمصدر طاقة أساسي، يعني جوج أشياء اللي غادي توقع هنايا، هو أنك لما تدخل التدريب ديالك، إذا كانت عندك واحد النسبة وتركيز ديال الكافيين مهم، وغادي نهضرو على الجرعات من بعد وعالي، شنو غادي يوقع؟ غادي تفرز الادرينالين وغتولي تستعمل الدهون بشكل كبير، وتستعملها كمصدر طاقة، وشنو كتستافد أكثر هنايا؟ هو انه حنا كيف ما كنعرفوا مثلا مشيتي لاصال بديتي كتخدم البيسبس، يعني غتخدم البيسبس ديالك، ملي كيجيب البيسبس الطاقه، الطاقه الاساسيه كتكون في الجلايكوجين، يعني الطاقه اللي جبتها من الكربوهيدرات وتستوكات في العضله ديالك. هنا لما كتبدا تستعمل دهون كمصدر طاقه فانت كتجنب حتى المخازن ديالك ان ما تساليش بسرعه، بمعنى واحد الانسان اللي كان كيدخل في نص ساعه ما كيبقاش قادر يكمل التدريب وكيحس بواحد العياء كبير، فلما كيبدا ياخذ الكافيين وبما انه بدا كيستعمل الدهون بواحد الشكل كبير كمصدر ديال الطاقه، فالجلايكوجين ديالو هنا كيقدر يحافظ عليه، يعني مثلا من 30 دقيقه ولا كيقدر يدير 40 دقيقه اكثر، لان النسبه ديال الطاقه اللي في العضلات ديالو ولات كتستمر معاه مده اطول، يعني ماشي كيحسن لك من الطاقه اولا كيجيب لك نوع ديال الطاقه جديد، بل كيعطيك واحد المصدر ديال الطاقه واحد اخر اللي هو الدهون، فكيوفر الجلايكوجين ديالك ديال العضله اللي كتخدم انت انها تستمر معاك بواحد الشكل اكبر. يعني شنو كتستافد؟ انك كتحرق دهون كتستعملها اكثر فكتحرقها، وكذلك كتحافظ على المخازن ديالك انت ديال الطاقه. هذه ثاني حاجه. ثالث حاجه هو انه كيرفع مستوى الحساسيه ديال الانسولين ديالك، وهذه راه هي اهم حاجه في هذه الرياضه الا بغيتي تحرق الدهون. كل ما ارتفعت مصادر يعني كل ما ارتفع مستوى الحساسيه ديال الانسولين ديالك كل ما غادي تكون واحد لاستابيليتي وغادي تكون عندك واحد الامكانيه انك تحرق اكثر. يعني الكافيين كيكون عنده التاثير الثلاثي واللي غادي يساعدك بواحد الشكل كبير الى انت الهدف ديالك انك تحرق دهون. الحاجه اللي مهمه بزاف واللي كتحتوي عليها القهوه من غير الكافيين وهي مضادات الاكسده. هاد مضادات الاكسده في القهوه فيها تقريبا جوج اللي مهمين بزاف، الكافييك اسيد والكلوروجينيك اسيد، هادو غادي يساعدوك ضد الالتهابات وحتى اقوى من الايبوبروفين. شي ملي كتمشي عند الطبيب كيكون عندك انفلاماسيون ما كتاخذش شي حاجه ستيرويديه، كتاخذ مثلا بحال البروفينيد اللي هي اونتي انفلاماتوار، هنا كتكون غنيه بالايبوبروفين ضد الالتهابات. فالكافيين الا كنتي انت مداوم على القهوه، ماشي الكافيين، الا كنتي مداوم على القهوه بشكل كبير فهي كتحتوي على مضادات الاكسده اللي كتحارب هاد لي انفلاماسيون هادو واللي غادي تساعدك بواحد الشكل كبير. هذه الا كنتي مداوم على القهوه طبعا. الحاجه اللي خاصنا نشرحوها مهمه في الاخر وهي الجرعات والاوقات ديال الاستعمال باش تستافد من هادشي كامل. الجرعات تقريبا الكافيين خاصك تقريبا 400 ميلي غرام في النهار، يعني الا مشيتي انت خديتي غير قهوه اسبريسو في يعني في اي قهوه جلستي فيها فكتكون تقريبا فيها 50 ميلي غرام، يعني انت عليك دير الحساب. غير هو ملي تبغي تشرب القهوه مثلا الا كنتي من الناس اللي كيشربوها الصباح، حاول انك ما تشربهاش في الصباح بشكل مباشر. علاش؟ لان انت في الليل كتستافد من الميلاتونين اللي كيخليك في واحد الراحه وكيخليك في واحد النوم عميق، وفي الصباح كيكون واحد الافراز الكورتيزول، فانت ما باغيش تدمر هذا الافراز الكورتيزول بشكل طبيعي، خليه في الصباح، لان في الصباح ملي كتفيق كيكون واحد العلو ديال مستوى الكورتيزول، خاصو يبقى طبيعي، يعني ملي تدوز واحد ساعه او ساعتين عاد تشرب القهوه ديالك يكون افضل. انت الا شربتيها بشكل مباشر راه ما غاديش يكون اشكال على الصحه ديالك، ولكن من الافضل تخليها هكا كيبقى دائما انتاج الكورتيزول بواحد الشكل طبيعي. ثاني اهم وقت تشربها وهو من قبل التدريب ديالك تقريبا بواحد نص ساعه، ولكن انت حاول تلقى واحد العيق، حاول تلقى واحد التوقيت اللي يكون مهم، مثلا واحد نص ساعه او 45 دقيقه قبل التدريب، انت بقى تجرب حتى تشوف التوقيت اللي باش توصل لاصال غتحس بواحد الكفاءه عاليه، ولكن جينيرالمون واحد نص ساعه غادي يكون واحد التوقيت كافي باش انك في لاصال تحس بواحد القدره وواحد التركيز بشكل عالي. واش نقدر نزيد نشرب اكثر؟ اكيد تقدر تزيد تشرب اكثر، انت المهم خاصك تقريبا 400 ملي غرام الكافيين، هذا كحد اقصى في اليوم ديالك، مي الا ما وصلتيش ليها ماشي مشكل.
اللي خايب هو انك تفوت 400 ملي غرام، لان هنا تقدر تعاني من لي زيفي سيكوندير، يعني الاضرار الجانبيه، مثلا ان تولي عندك واحد الرغبه في البول اكثر، انك تولي تحس بواحد العطش بشكل كبير، خاصك تشرب ميه بشكل كبير بزاف، هادشي علاش ربما كتكون عندك واحد الرغبه في البول بشكل اكثر. حاجه اخرى هو انه كيرتفع ديال الضغط الدم وارتفاع الضربات ديال القلب، داكشي علاش الناس اللي عندهم دي بالبيتاسيون دو كور، يعني واحد عدم انتظام في ضربات القلب، من الاحسن انهم يتجنبوا الكافيين بشكل كبير. يعني حنا كنهضروا على انسان اللي صحي بشكل 100% ما عنده حتى مشكل، هاد النصائح اللي موجهه ليه. الحوامل كذلك ربما عندهم واحد النسبه اقل من 200 ملي غرام اللي خاصو ياخذوا في النهار. يعني هادشي بصفه عامه نعطيتك كيفاش تستافد من القهوه، الجرعات كحد اقصى اللي ما تاخذهاش، الاوقات اللي تقدر تاخذ فيهم شنو احسن الاوقات، كيف ما قلنا ربما جوج سوايع قبل من مور ما تفيق وقبل التدريب، يعني تقدر تاخذ وتقدر حتى تزيد كيف ما قلت لك، كيبقى اقصى حد هو 400 ملي غرام. كان عندك مشاكل صحيه فتجنبها، ولكن اللي تكون متاكد منه هو انك اذا كنتي منتظم على القهوه في واحد الجرعات اللي جيده، راه كاين واحد المزايا اخرى اللي صحيه بشكل كبير انا ما دخلتش فيها، انا دخلت في الجهه اللي غتخص الرياضه ديالنا واللي غتخص الاهداف اللي باغي نوصلوا لها حنا بواحد التبسيط تام، بلا ما ندخل حتى في اشياء اللي هي كيميائيه باش يبقى واضح الامر لكل شيء، اي واحد يوصل لواحد الفهم اللي هو بسيط. المهم انا حاولت نقرب لك الفكره باش ان القهوه تقدر تساعدك، ونصيحه مني حاول تبدا تشرب القهوه لان مفيده بزاف. ربما انا عندي عشق للقهوه، ولكن العشق ماشي غير بالرغبه او حيت كتعجبني بزاف، ولكن حتى من ناحيه الفوائد، حيت ما تربى داك العشق للقهوه ماشي غير بالذوق، ولكن تربى كذلك بحسيت بالفوائد ديالها واستفدت منها بشكل كبير. فحاول انك تدخل القهوه ديالك مي بلا سكر، كنعاودها الا كنتي غتاخذ القهوه بالسكر قبل ما تاخذها من الافضل، لان ديك الساعه ما عندها معنى، واش فهمتيني؟ اذا كنتي انت كتقلب على الفوائد. المهم حاول نقرب لك فكره، الا عجبك الفيديو دير لايك، ما عجبكش ديسلايك ما كاينش مشكل. تحياتي الخالصه لك، اذا عجبك الفيديو لايك وبارطاجي. تحياتي الخالصه لكم، السلام عليكم.